أبو جهل الرسول حريص عليه، راغب في أنه يدخل في الإسلام، وكل ما شافه وقف في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام لما وقفه: يا محمد، أتريد أن أشهد لك عند ربك أنك بلغت الدعوة؟ تبغاني أشهد لك عند ربك أنك بلغتني دعوته؟ خلاص أبشهد، بس لا تدعوني ولا تأتيني. ثم التفت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل، يا أبا الحكم، إني أريدك أن تدخل في الإسلام. قال: يا محمد، لو أني صدقتك أنك نبي لاتبعتك، لكني أقول أنك كذاب. والكلام هذا تخيلوا كيف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاطبه، وينزل عليه قول الله: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل يوم راح الرسول جنبه صديق الله جالس، قال: أما والله إني أعلم أنه صادق. قال: كيف؟ قال: أنا أدري أنه صادق، ولكن قال له هذا اللي جنبه: ليش طيب ما تؤمن؟ قال: بيننا وبين عبد المطلب حنا وياهم كفرسي رهان، وحنا وبني عبد المطلب بيننا كفرسي رهان نتسابق، إن إذا كانوا في الرفادة كنا في الحجابة، وإذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا حملوا حملنا، وإذا حتى تحاذينا، لين صرنا حنا وياهم زي بعض، مكانتنا واحدة عند العرب. حتى أتوا وقالوا: منا نبي، حنا من النبي، هذه ما تقدرون تجيبونها. وهم عندهم هذا الرجل محمد صادق أمين، وحنا ما عندنا صادق مثل محمد وأمين. وهذه شهادة ثالثة. وأبو جهل يعلم فأنا لنا بهذه، يقول: كيف نقدر نجيبها؟ فوالله لا أصدقه أبدا. موضوع صريح، المسألة مسألة مصالح ومسألة منصب ومسألة جاش. الله جل وعلا قد يختبرنا مثل هذا الاختبار فانتبهوا، والله قد نختبر مثل اختبار أبو جهل فانتبهوا. ترى الله جل وعلا سيجعل يمر علينا امتحان مثل هذا الامتحان، ويميز، ليس شرطا أن يكون بين كفر وإسلام، لكن الله بيختبرك. كم واحد من المسلمين يغش المسلمين؟ ما عندنا مقاولين يغشون في البناء؟ ما عندنا طلاب يغشون في الاختبارات؟ ما عندنا من يبيع سيارات يبي يغش ويدلس على المسلمين؟ ما عندنا من يغش في الطعام؟ الله سيختبرك في مالك. عندنا اشخاص تقول له هذه الشركة والبنك ربا وحرام ويحط ماله في الحرام ويشارك؟ ما عندنا من يغش المسلمات ويقول تغطية الوجه ليست بواجبة؟ ما عندنا من يغش الناس في طاعتهم وفي دين ربهم؟ قد تختبر كما اختبر أبو جهل، فاتق الله.